لماذا لم تختار مهنة الطب وفضلت الفن؟ علم الديدان. أنا مال أمي أنا ومال الديدان وأنا لماذا اعترض ولدك على دخولك المجال الفني؟ كان رافض تماماً التكسب من وراء الفن. لماذا لم تنضم إلى حزب مثل ما كان والدك؟ عشان تبقي سياسية شاطرة لازم تبقي كدابة شاطرة. لو كنت رئيساً للبرلمان، ما هو القانون الذي تختار أن تطبقه لحل أزمة معينة؟ يا بنتي سيبيني ساكت. لا مش هسيبك، انا عاوزك تتكلم.